جيبوا لنا محرمة. شو رح تبكي؟ هيك دمعت شوي العواطف تهيجت. شو اللي دمعي؟ لا هيك كله الفيديو هيك تذكرت أشياء قديمة كتير ولحظات حلوة و... لا تطلع في نهاية التطبيع. ليه؟ لأنه هيك بتخليني ركز أكثر على البكوي. ليه؟ إمتى بكيتي آخر مرة؟ إمتى بكيت آخر مرة؟ والله يمكن شي أسبوع، أسبوع وشوي. اللي بكاكي؟ هلأ بالعموم ما بيكون في سبب مباشر، يعني بيكون في مجموعة تراكمات هيك بتطلع على شغلة تافهة بسيطة. أنا حدا عاطفي جداً لأن وبتأثر بسرعة وحساسة زيادة عن اللزوم. تعبتك الحياة؟ أكيد، ليش في حدا منا ما تعبته الحياة؟ ما بهيلك وحينا الله عليك. ما تعبتني أبداً. حسيتي حالك إنه وصلتي للي بدك إياه؟ الحمد لله. حلو، تصالح مع متصالحة مع نفسك. أي طبعاً. متصالحة مع الحياة. أي أكيد. الحياة بس صعبة ما هي؟ حياة صعبة بس ما في شيء بيجي بالسهل. الفن شلالية. ممكن. لا مو ممكن، أكيد. يا سيدي حتى لو أكيد شو منعمل يعني؟ بهالمحطات اللي شفتيهم وين أبرز شيء بالنسبة إليك كان؟ هلا بالحقيقة أنتم اللي مختارينهم هن من أبرز المحطات اللي أنا عملتهم، يعني كل مسلسل حطيته منه شقفة هو شقفة من قلبي يعني. وله وقع كلام. خاص. حلو الكلام، شقفة من قلبي. إيه طبعاً. لاحظي أنت ما في شيء قدامنا هون ورق أبيض؟ لو أنت هلا قدامك ورقة بيضة وقلت لك اكتبي سطر، بس سطر، عن ديما الجندي، شو بتكتبي؟ بكتب ديما عفوية وطيبة بس. طيبة؟ طيبتك دفعتي ثمنها شيء؟ ايه كثير. ايه مرات عديدة. اشرحين مرات عديدة، اشرحي لنا سيدتي كيف دفعتي ثمن هذا الطيبة؟ انا لأنه حدا بيثق بالأشخاص بسرعة. أهلا وسهلا. ويلكم. انشري جوين ذا كلب. بثق بسرعة و تنطعني بسرعة. لا هذا شيء طبيعي طبعا، تنطعني بسرعة هذا طبيعي، بس لا الفكرة إنه أنا بثق بسرعة وبحب بسرعة. وكل شيء عندي اكستريم يعني انا وقت متطرفة. بحب للعمى بتكرهي للعمى وقت اللي بكره يا لطيف ما عندي حد انا عكسك وصف. انا بحب بس ما بكره لا والله انا شعور الكراهيه ما عندي يعني. لا انا بكره لما حدا بيأذيني بكره طيب لما نقول خالد القيش قاعد مع ديما الجندي شو بتقول عنها اني حتحكي عنه بعد شوي انا بقول لك بالنسبه لي ديما من المجتهدات كثير بالمهنه يعني الاجتهاد أنا بالنسبة لي هو أهم شيء بهي المهنة أهم من الهواية أو أهم من الموهبة من موهبة عفوا لأن الموهبة موجودة أكيد ولكن الاجتهاد هو اللي بيطور هي الموهبة فديما موهوبة بشغلها بتعبها وخاصة حتى بالشراكة اللي كنا نشوفها مع كذا حدا تتنوع كتير وعندها هم دائما بالشغل يعني شغلها بيعني لها أكثر شيء بحياتها ومشان هيك لهلا عم تدفع ثمن هذا الحب لهي المهنة لحد اليوم وأنا بعرف يعني فهي دائما عم تجتهد وعم تضلها موجودة وعم تحارب مشان اللي عم تحبه يعني اللي بدها اياه